السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة رافدين. نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة كتابات، ونقرأ فيها مقالا للكاتب عامر القيسي بعنوان المتقاعدون خارج التغطية. الإحالة إلى التقاعد لدينا وفي الدول الفاشلة عموما تشبه الإحالة إلى الموت المؤجل، فيما الحالة نفسها في الدول التي تحترم إنسانية الإنسان تكون مرحلة لحياة مختلفة لا يجد فيها المتقاعد نفسه إنسانا فائضا عن الحاجة. والسؤال: هل تخشى الحكومة أن يموت المتقاعد وهو مطلوبا لها فتتعرض للإفلاس وتستدين من البنك الدولي؟ والمفارقة أن هذه المصارف مستمرة في إعلانات السلفي للمتقاعدين، وحين تطرق أبوابهم يواجهونك بأبشع جملة: غير مشمول. مصرف الرافدين والرشيد الحكوميان يمتنعان عن منح المتقاعد السلف المالية رغم إعلاناتهما المتواصلة بمنح السلف من 5 ملايين فما فوق. وحين يراجع المتقاعد للاستفادة من هذه الميزة يقال له وجها لوجه: غير مشمول، حتى لو كان راتبه التقاعدي فوق 1,000,000. وكأنهم يقولون له إن حياتك انتهت بنهاية خدمتك الوظيفية، فيما المنطق يقول إن المتقاعد ينبغي أن يكون الأوفر حظاً في سلفة المصرفين لحياة جديدة له ولعائلته. أحد المتقاعدين قال لي: راتبي 1,500,000 بعد أن قضيت أكثر من 40 عاماً في خدمة الدولة، وراتبي مؤمن من الماستر كارد. وحين توجهت إلى إحدى شركات بيع السيارات بالتقسيط حسب إعلانهم، واجهوني بالعبارة المؤلمة ذاتها: غير مشمول. والحال نفسه يتكرر، والجملة ذاتها غير مشمول تتكرر مع شركات الإقراض الأهلية والمصرف العقاري الحكومي، ووصل الإقصاء حدوده العليا حتى شعبياً. فالمتقاعد يجري استبعاده من السلف المالية بين الموظفين وغيرهم، ووصلت حدود العيش خارج التغطية حين لا يستطيع المتقاعد الاستدانة من أي من جماعة لا عتب على الشركات الأهلية وملحقاتها. العتب كل العتب على المصارف الحكومية، الرافدين، الرشيد والعقاري، وهم يغلقون أبواب الحياة الجديدة لمواطنين أفنوا حياتهم في خدمة الدولة، والسبب هو العمر الذي لم ينتهي بعد. إلى صحيفة المدى، ونقرأ فيها مقالا للكاتب علي حسين بعنوان خانشغان. قبل أن تمتع عزيز القارئ نظرك بأسماء أعضاء مجالس المحافظات الذين عادوا ظافرين إلى مجالسهم، أرجو أن تعرف أن جنابي لا يصر على التعريض بمرشحين الفائزين الأفاضل، فما يجري هو تجاوز لفن السخرية بمراحل كبيرة. ويضيف الكاتب: من المؤسف ألا يظهر في أيامنا الساخرة هذه كاتب بحجم حسن العاني الذي تنبأ قبل أعوام طويلة بأن هذه البلاد ستتحول يوما ما إلى خانشغان. كتب هذا قبل أن يسمع باسم عاليا صيف بالتأكيد. فبعد أن حصدت شقيقة عاليا صيف أعلى الأصوات في بغداد، وتمكنت شقيقة ناهد الدين من أن تحصل على كرسي مجلس محافظة بغداد وبأعلى الأصوات أيضا، فيما بشرنا 4 محافظين بأنهم حصلوا على أعلى الأصوات في محافظاتهم بعد أن حولوا هذه المحافظات إلى مدن تنافس سنغافورة وأبوظبي، وتجعل من طوكيو مجرد زرق ورق أمام محافظة المثنى.
وسنجد في انتخابات مجالس المحافظات مشاهد كوميدية ساخرة يقف المرحوم الفرنسي مولير عاجزاً عن مجاراتها. تخيل جنابك أن إحصائية مفوضية الانتخابات تخبرنا بأن 600 مرشح صوت له أقل من 10 ناخبين، والأكثر كوميدياً وجود 40 مرشحاً لم يصوتوا لأنفسهم وكانت نتائجهم صفر. المواطن يشاهد كل يوم المساخرة التي تحدث في دهشة وألم وقلق. فبعد 20 عاماً من الموازنات المليارية استيقظنا على خبر مفرح يقول أصحابه إن اليابان قررت إقراضنا مبلغاً وقدره 300 مليون دولار، في الوقت الذي كان بإمكان الدولة العراقية أن تقترض هذا المبلغ من السيد نور زهير وهو يتمتع بمبلغ يتجاوز 2.5 مليار دولار عداً ونقداً. مع استمرار الكشف عن قتل وإصابة أعداد كبيرة من الجنود الإسرائيليين خلال العدوان على غزة، تطالب أوساط إسرائيلية بالمزيد من القصف الجوي، وتتهم الحكومة بتخفيفه في المدة الأخيرة بضغط من الإدارة الأمريكية، لكن الناطق العسكري نفى ذلك، وأكد أن سلاح الجو يقوم فوراً بكل ما تطلبه منه القوات البرية. بالتزامن، كشف تحقيق صحفي أمريكي عن حجم الجرائم الإسرائيلية داخل القطاع، مؤكداً أن قوة التفجيرات في غزة هي ضعف التفجيرات الأمريكية في الموصل والتفجيرات السورية على حلب بحسب صحيفة واشنطن بوست. ونقلت عن مصادر عسكرية أمريكية دهشتها وصدمتها لقيام جيش الاحتلال بإلقاء 6000 قنبلة على غزة، وهي كمية متفجرات تعادل ما ألقته الولايات المتحدة على أفغانستان طيلة عام كامل. يؤكد تحقيق صحيفة واشنطن بوست أن عمليات التدمير داخل قطاع غزة هي من الأكبر في العالم طيلة القرن 21، واستناداً لصور الأقمار الصناعية تقارن الصحيفة بين حجم الدمار في غزة خلال الشهرين الأخيرين وبين عمليات التدمير في حلب طيلة 3 سنوات وفي الموصل طيلة 9 شهور. ويوضح التحقيق الصحفي الأمريكي أن إسرائيل ألقت على غزة منذ بدء الحرب 29,000 قنبلة من الجو، منبهة إلى أن 40 إلى 45% من هذه القنابل غير موجهة، بعضها يزن نحو طن من الديناميت، وتسببت بإلحاق الدمار ب 37,379 مبنى، من بينها أكثر من 10,000 مبنى تم تدميرها بالكامل خلال أول شهرين من الحرب. وتستنتج الصحيفة الأمريكية أن إسرائيل تدير حرباً على ما يبدو هي الأكبر من ناحية حجم النار والدمار غير المسبوقين في أي صراع شهده العالم في الفترة الأخيرة، وأن سرعة التدمير في غزة أكبر من سرعة التدمير السوري في حلب المدعوم من روسيا، وكذلك من التدمير الأمريكي في الموصل حتى 2016 ضمن حربها على داعش. وفي مقال في صحيفة القدس العربي يتساءل الكاتب مثنى عبد الله: هل غيرت بريطانيا وألمانيا موقفيهما من الحرب في غزة؟ بقيت كل من بريطانيا وألمانيا من أبرز الداعمين لإسرائيل في أوروبا الغربية، حتى إنهما امتنعتا عن التصويت على قرار الأمم المتحدة المطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والذي أيدته 153 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا. غير أن مقالا مشتركا نشرته صحيفة ساندي تايمز البريطانية لوزير الخارجية البريطاني ووزيرة الخارجية الألمانية كشف عن تغير في موقف البلدين مما يجري في غزة، حيث قال إن حصيلة القتلى من المدنيين كانت مرتفعة جدا في هذه الحرب، وإن بلديهما ستعملان كل ما باستطاعتهما لتمهيد الطريق من أجل الوصول إلى وقف إنساني لإطلاق النار لإيصال المساعدات وإطلاق سراح المزيد من الرهائن.
لا شك في أن إسرائيل ترى أن كل هذه المواقف ستشكل نقطة التحول في هذه الحرب، سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الإسرائيلي الداخلي. على المستوى الدولي، هي ترى من دون أدنى شك أن هناك تحولاً ملموساً في الخطاب. من الدول التي تعتبر من أكبر وأهم أصدقاء إسرائيل منها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا، وهؤلاء يطالبونها اليوم بخفض وتيرة الحرب، ومع أنها تعرف جيداً أن مواقف هذه الدول لم تتغير من جهة اعتبار حركة حماس تنظيماً إرهابياً، وأن لا مستقبل لقطاع غزة وسلطة حماس قائمة فيه، لكنها لا يمكن أن تسمح بشهور وشهور من الحرب حتى تحقق إسرائيل أهدافها. وعليه لا خيار لإسرائيل في أن تتجاهل هذه الضغوطات، وهذه هي المشكلة الحقيقية التي تواجهها اليوم. أما على المستوى الإسرائيلي الداخلي، فقد بات واضحاً للجمهور الإسرائيلي وعلى المستوى السياسي أنه من الصعب القضاء على حركة حماس، ومن الصعب تحرير أسراهم بعمليات خاصة. لذلك بدأت إسرائيل تمني نفسها بما تسميه المرحلة الثالثة من الحرب لتفعيل التأييد الدولي والمحلي، وأعلنت أن القتال سيكون بوتيرة منخفضة أو بشكل محدود لأغراض عسكرية وسياسية، مثلما تطلق عليه شل قدرات حماس العسكرية واغتيال قادتها. إلى موقع يدعو تحرنوت بالإنجليزية، يقول المستوردون الإسرائيليون إن الصينيين بدأوا مؤخرا في زيادة العقبات البيروقراطية أمام الشحنات إلى إسرائيل من المكونات التي يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء. ونقل الموقع الإسرائيلي عن مسؤول حكومي قوله: من الواضح أن هناك صلة بالحرب على غزة. ويذكر الموقع أنه منذ الحرب تواجه مصانع الإلكترونيات وتكنولوجيا الفائقة في إسرائيل تواجه صعوبات في استيراد المكونات الإلكترونية من الصين، وهذه المكونات ضرورية للأغراض المدنية والعسكرية. المستوردون الإسرائيليون: إن الصينيين بدأوا مؤخراً في زيادة العقبات البيروقراطية أمام الشحنات إلى إسرائيل من المكونات التي يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء. ونقل الموقع الإسرائيلي عن مسؤول حكومي قوله: من الواضح أن هناك صلة بالحرب على غزة. ويقول المستوردون الإسرائيليون إن الموردين الصينيين لم يعلنوا عن أي عقوبات على إسرائيل، لكن في الواقع يبدو أن هناك نوعاً من العائق البيروقراطي، وقد بدأ الموردون الصينيون في المطالبة بإكمال العديد من الوثائق، مما تسبب في تأخير الشحن بسبب ملء الأوراق بشكل غير دقيق، والنتيجة هي تحديات في الحصول على الإمدادات الضرورية. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين.
لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. بحثت دراسة علمية جديدة إمكانية إطلاق قنبلة نووية لملايين الأميال في الفضاء لمنع الكويكبات الخطيرة من تدمير الأرض. ووفق صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، فقد طور الباحثون في مختبر لورانس ليفرمور الوطني، طوروا أداة نمذجة لإجراء عمليات محاكاة متعددة ومتطورة لبحث وتقييم مدى نجاح هذا الاحتمال. وقالت ماري بوركي التي قادت فريق الدراسة، إذا جرى تحذيرنا باحتمالية إصابة كويكب للأرض قبلها بوقت كاف، فمن المحتمل أن نطلق قنبلة نووية ونرسلها على بعد ملايين الأميال إلى هذا الكويكب. وأوضحت بوركي أن القنبلة النووية حين تصل إلى الكويكب سيقوم العلماء بتفجيرها لتدمر الكويكب وتدفع شظاياها لمسافة بعيدة عن الأرض. وقالت الدكتورة ميغان بروكسيال التي شاركت أيضا في البحث، إذا تأكدنا من وجود تهديد حقيقي ضد الأرض من أي كويكب، فإن أداة النمذجة الخاصة بنا ستساعد على التصدي لهذا التهديد. وأضافت، على الرغم من أن احتمال حدوث اصطدام خطير لكويكب بالأرض منخفض هذا الاحتمال، فإن العواقب المحتملة قد تكون مدمرة. والآن نتابع معكم مشاهدينا فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. يعني مش جديد، يعني بطل في حكي، لا قادرين نتكلم ولا قادرين نوصف. لحم، شهداء، جرحى، إشي فوق طاقة تحمل البشر. نساء بتخاف، رجال بتخاف، شناب انهزت. F-16 هذه ما بنضرب بها بشر ولا بنضرب بها دور. F-16 هذه حرب جبهات، حرب دول عظمى. F-16 ينضرب فيها طفل بريء، نطلع الأطفال أشلاء، الطفل البريء الزنبه هذا. يعني اللي صار لا بتحمله بشر ولا بتحمله حجر، الحجر انفجر، البشر اتقطع، ما ضل فيه، لا ضل فيه قدرة تحمل ولا ضل فيه قدرة على الحكي. هدت قصف دارنا قبل، وهي تاني دار تنقصف إلنا. فش، لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة. اتحركوا على الجنوب، اتحركوا على الشمال، اتحركوا على الوسط، ما في، هذا كله كذب وغش وخداع. ما في منطقة آمنة في قطاع غزة.
إذن مشاهدينا بهذا الفيديو نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته، دمتم بخير، إلى اللقاء.